فرسان اللي ظل. أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نماذج للصمود، نستلهم من دمائهم الطاهرة والزكية شموخ هذا الوطن الشامخ، شموخ هذه النخل الباسقة. فرسان النظام. أعزائي المشاهدين الكرام، فارسنا في هذه الحلقة مرزاح الوصابي. مرزاح واحد من أبطال الجيش الوطني، أصيب لأكثر من مرة في أكثر من جبهة. أهلا وسهلا بك أخي مرزاح، أنت واحد من أبطال الجيش الوطني الذي قدم تضحيات كبيرة. مرزاح، لو تحدثنا عن سيرتك الذاتية، من هو مرزاح الوصابي؟ أنا مرزاح الوصابي من المصاب العالي قاعدة بن مسلم محافظة دمار، درس 3 إعدادي، فخرجت يعني طلعت المدينة وبدأت اشتغل تبع شرايك تبع، والحمد لله يعني اشتغلت تمام كل شيء خير الله واجد. الدنيا كانت سابرة لما جت الشردمة هذه، لما دخل الحوتي صنعاء، بعد ما دخل الحوتي صنعاء خربت حياتنا وحياة الكل، يعني دمر البلاد بشكل عام. فما وجدنا إلا أن ننزل إلى جوار أصحابنا في مارب، نتكاتف ونلتحق معهم في الجبهات. فالحمد لله يعني حررنا مواقع وبذلنا جهدنا ووصلنا إلى هنا. طبعا أخي مرزاح، الكثير من تفاصيل المعارك التي خطها والجروح، بحسب ما أخبرتني بأنك أكثر من 5 إصابات ومع ذلك كنت تعود إلى الجبهات مرة أخرى. رح نتحدث بالتفصيل للمشاهد الكريم عن هذه الإصابات وعن المسار النضالي لمرزاح الوصابي. أعزائي المشاهدين تابعونا. فرسان النضال. فارسنا في هذه الحلقة مرزاح الوصابي. مرزاح، طبعا حدثتني أنك خضت الكثير من المعارك، لكن قبل أن ندخل إلى هذا إلى المسار النضالي للمشاركات القتالية لك، ما الذي دفعك إلى حمل السلاح وأنت كنت أحد العاملين في الشركات الخاصة بصنعاء؟ نظرنا إلى البلاد، يعني البلاد بدأت تخرب، تدمرت يعني من كل الجوانب. أول يعني أنا أعمالي كلها في حركة السير، يعني حركة السير بدأت تتعطل. يعني كنت سواق الشركة؟ أيوة، يعني تبع قواطر يعني ونقل، يعني بدأت الحركة تدهور يعني مع هذا. وجدنا يعني السلع التي يستهلكها المواطن عدمت، المحلات غلقت، الشوارع تدمرت، يعني الناس خرجوا إلى الشوارع إلى باب المساجد، يعني يمسكوا سراع على دبامة، يعني فوجدنا البلاد تدمرت مرة خربت. فما وجدنا أمامنا غير الطريق للجهاد. من دمرها؟ ما دمرها الحوثيين والذين معه، بعد ما دخلوا صنعاء دمرت البلاد من مرة. توقفت حركة الحياة توقفت حركة الحياة، تجد الناس يعني زرعت في أنفسهم اليأس، يعني في الشعب كامل، يعني راحت الطمأنينة، كل حاجة يعني دمرت. إذا توقفت حركة الحياة، توقف أيضا عملك وعمل الآلاف من العمال، وبالذات في العمال النقل والمواصلات. مرزاح، لو تحدثنا كيف بدأت بداية الحملة البندقية الأولى؟ متى بدأت حملت البندقية وذهبت واتجهت نحو القتال لقتال هذه الميليشيات؟ في 2015 نزلنا لهنا، يعني 2015 تحركنا إلى الرويك، يعني أخذنا الدورة هناك 6 أشهر، يعني تدربنا هناك على أسلحة وعلى دبابات وعلى كل شيء، على اعتبار أنكم مدنيين أنتم وليس عساكر. نعم، فجلسنا بالرويك بعد ما تدربنا ودخلونا الجبهة وضمونا عسكر. يعني في أي لواء بدأت؟ مع الجيش في المنطقة 6، وبعدين انتقلنا من الرويك للكنائس بعد 6 أشهر. فالوايلي يعني حولنا تبع العكيمي، محافظة الجوف الآن حاليا، يعني أنا كنت قائد سرية العربات ومهندس يعني فدخلنا مع العكيمي واستمرينا معه حتى الآن. فدخلنا الجبهات يعني وواجهنا صعاب وقتال.
ايش كان دورك في الجيش؟ ايش كان عملك؟ طبعا انت كنت سائق، وبالتالي ربما استفادوا منك يعني رغبتك باتجاه يعني قيادة العربات العسكرية. نعم، يعني انا كنت العربة تسلمت لي انها 12 عربة يعني باستلامي، وانا المسؤول عليها. فانا كنت يعني مهندس ولي خبرة في الهندسة وفي الهجومات هذه في هذا، يعني قد واجهت صعاب من قبل ما ادخل في الجبهات، يعني تقطعات واجهنا، اطلق نار في بني حشيش في طريق الغيضة وغيره. قبل اندلاع الحرب هذه؟ قبل اندلاع الحرب، يعني قد حصلنا من هذه المصاعب، فمع ذلك يعني قمنا بالواجب في الجبهات وفي كل شيء. فبعض يعني بعض الأحيان كان يجي الوايلي لا في معه هجوم ولا شيء يجي لنا، يعني يجي ياخذ العكيمين نروح معه تعزيز ونطلع في المهمات في الجبهات. يعني ما هي أول مهام عسكرية أوكلت إليك؟ أول هجوم، أول معركة خطها، ممكن تحدثنا عنها؟ في صبرين تبع العكيمي، جبهة الجوف. أيوة، جبهة الجوف. ما الذي حدث بالضبط؟ يعني حدثوا هناك قتلى كثير يعني وجرحى. أول ما ضربوني هنا بالدبابة دخلت في عربة، وكان معي قائد، القائد الذي كان معي يعني ما زال ملتمس مع الحوتة، لم يكن يعني بنية صافية معنا. فالعكيمي أمرني أني أمشي بأمره، يعني بقيادته. فدخلنا معه، فدخلنا أمام الحوتي، فقال نوقف هنا. قلت له ما نستطيع أن نوقف أمام العدو. قال نوقف أمر عسكري. الأفراد الذي معه المرافقين حقه طبعا قاموا فتحوا السلاح فوقنا، قالوا أمر عسكري توقف ولا فلماذا تجي الجبهة. يعني كانت خيانة. نعم، أنا واحد منكم، يعني ما نش كثير، أنا واحد منكم فرد زي ما أنتم فرد، وإنما خوفي عليكم لأن هذه حاجة باين. وقفت على طول، أنا مجرد ما وقفت الدبابة ضربت علي أنا على السواق، دخلت الطلقة من فوق الرأس فوق السواق، دمرتهم كامل. الأربعة الذي كانوا معي ماتوا، والقائد تعور، أنا ولا جرابي أي حاجة. يا الله، سبحان الله. فتحت العربة وخرجت أنزلهم، قدم رايحين. فالدبابة أمامنا ليش بعيد، شوفها في الأشجار متخبية. فجاء العكيمي فطرد القائد من مرة. يعني عرف في الأخير خيانة هؤلاء. نعم. يعني كان لهم ارتباط بالحوثيين. لهم ارتباط يعني. نعم. بعد ذلك المعركة الثانية التي خضتها؟ المعركة الثانية اللي أخذناها في قناو، يعني مسكنا مجموعة من الحوتة والحمد لله أني حررنا المواقع كامل. يعني كم لك فترة تقاتل؟ لي يعني الفترة اللي قاتلت فيها 2015؟ 3 سنة. 2015 يعني. نعم، حتى أصبت لم أصب في الجبهات اللي أنا فيها يعني رسميا، إلا في التعزيزات بس. رحنا سوق الاثنين مع الوايلي أول مرة وحررنا 4 نقاط من هناك اللي كانت في الزفيل، وحررنا البيوت التي كان فيها القناصين ما قدروا يستطيعوا يدخلوا سوق الاثنين أو يمشوا في الزفيل، أو حررناها كامل. فصبت في نهاية المعركة الإصابة الأولى. أيوة، لا هذه قادي الثانية هنا. الثانية باليد، طلقة يعني بقناصة. فكان يعني حريم، خرجوا لنا حريم، فهم طبعا رجال ليس محارم بس إنما الملابس، يعني من شان القناصين لا نستطيع ضربهم. يعني ضربنا 5 من القناصين، فبقي معي واحد في الطاقة في ثالث دور. كان لابس لبس نساء أيضا؟ لا، الذي خرجوا من باب العمارة يعني لابسين ملابس حريم، يعني فوجهت السلاح إليهم. فتوجهت القائد قلت له إن نواجه حريم، قال لي ليش حريم اضرب، فضربت الكل، فراحوا لهناك فوجدوا إنهم رجال في ملابس نساء، وما تصوبت إلا من بسبب الحريم هذا، يعني إني ارتبشت أول مرة أشوف حريم في معركة. رجعت انظر للحريم وتحت فرصة للقناص لكي يوقع علي.
أصابك في؟ الحمد لله جت سليمة، دخلت في اللحم وخرجت ولا أي شيء جرات. وصلت المستشفى وجابوا زميلي بعدي، يعني زميلي استشهد، طلع فوق العيار وماشي منتبه، يعني ما هو عارف للعيار، فضربوه بالرأس فاستشهد. يعني كان الحوثيون يستخدمون طبعا الملابس النسائية للتمويه والانسحاب وأيضا للاقتحام وما إلى ذلك. طبعا سنأتي أخي مرزاح لهذه التفاصيل، لكن أعزائي المشاهدين بعد الخروج إلى الفقرة التالية. قد سار فرسان النضال حكاية يحكي بها الأب للأولاد، فرسان النضال. عدنا لكم أعزائي المشاهدين. مرزاح، كنت حدثني أخي الكريم عن المعركة الثالثة التي أيضا أصبت فيها. طبعا أصبت في المرة الأولى وأصبت في المرة الثانية، رغم كل الجراح والإصابات لكن مع ذلك كانت عزيمتك يعني تزداد. البعض ربما يعود إلى بيته ويعود إلى أهله، ربما يستريح بعد الجراح، لكن الظاهر أنه كانت هذه الجراح تمدك وتلهمك بالكثير من العزيمة في الدفاع عن الوطن. أستاذ قوة، يعني عندما أحصل ضربة ويروح أفراد من زملائي وهذا، يعني أخرج مارب كأنني في سجن، لا أرتاح إلا في الصحراء، في الجبهة، في الجبهة في القتال. فرجعنا يعني إلى هناك بعد المرة الثالثة، دخلنا الجبهة مرة ثانية، دخلنا الغيل تبع الوايلي، كان في هناك يعني معهم مع الحوتة يعني موقع قوي وأسلحة، يعني ما استطاعوا أن أصحابنا ينقذوا أصحابهم من هناك. معسكر يعني كان نزلوا في السائلة، كان معهم معسكر. أيوة معسكر، يعني كان المنطقة هناك مشددة معهم والأسلحة متواجدة. يعني تذكر اسم المنطقة بشكل عام؟ الغيل، يعني والتباب مرتفعة وأمامهم صحراء وهم متواجدين فوقها. هم في التباب وأصحابنا في الصحراء، يعني أمامهم تجي مالك، يعني ماشي أي ملجأ. فحصروا 5 من الأفراد، قد فيهم قتلى لهم 5 أيام وجرحى. فجاء ما استطاعوا أنهم ينزلوا لهم، الدبابة عجزت أن يدخل لهم لهناك أو الإسعاف أو العربات. فوصلنا للغيل بعد ما أتلنا الوايلي إلى صبرين، يعني كتعزيز معه. فدخلنا الغيل يعني فوجدنا أصحابنا محاصرين لهم 5 أيام، في معانا 5 قتلى وجرحى، يعني الذي لهم ماشي معهم غير الماء. والحوتة في التباب يعني ما محاصرين أصحابنا، لا ما قدروا يصلوا إليهم. فوصلنا بالليل واستمرينا للصباح قتال. فدخلنا بالصباح يعني لا قرب الحوتة، طبعا معنا عربات غبرة ما يشوفوها، يسمع الصوت حقه بس ما يوقع، ما يحدد موقعه، ولا في معهم يعني جميع أنواع الأسلحة الذي كانت في الغيل، يعني موقع مهم عندهم. فحاولنا ضربهم، كان فيها 9، فنصرنا الله عليهم ودخلنا للسائلة على طول، حملنا القتلى والجرحى وخرجنا بهم. يعني هل وجدتم من هؤلاء الجرحى المحاصرين أحياء؟ نعم، بعد مرور 4 أيام لا أكل ولا شرب في الحصار. يعني نعم، اللي قد هم قتلى يعني مات بنفس الوقت، الجرحى ما زالوا حيين. يعني كان في 2 جرحى و3 قتلى، القتلى يعني قدم طبعا زي العيدان بس صورهم الطبيعية. فطلعناهم من السائلة هناك وارسلنا بهم لمارب مع بعض الأطقم، ورجعت للموقع مستني يعني يجي لي أمر أن يتحرك كذا ولا كذا. فجلسنا المغرب، فالعربة انظروا الحوتة، الحوتة انظروا العربة، ما شافوها، ما طاعوا يستهدفوا ايش تسوق. يعني لما جيت أنا في المغرب راقدين تحتي، طبعا خرجنا يعني صلينا، فتحت الباب يعني على أساس إني بشغله بردة وارتبه، يعني فتحت الباب وصلت فوق السكان، صاروخ جاء مباشرة، لو صاروخ حراري، يعني جاساني دخل في العربة وريح 2 من تحت، المرافق والرماي، يعني قضي عليهم. وأنا كسر لي الركبة وحرقني كامل والحمد لله. كيف تم إسعافك في ذلك الوقت؟ فتم إسعافي، ما شافوني بس أنا كنت أعمى،
ما أشوف حاجة. مدور كامل؟ نعم حارق كامل، لأن الصاروخ انفجر بحضني. ها جاء دخل في الركبة ثاني، اشتبيت الشاحن، شوف الشاحن حق العربة، جاء دخل بين الركبة وانفجرت تحت الطبلون. بس الحمد لله ما قرأ بي حاجة، بس اللي تحت قضي عليهم. تأثروا؟ فرقب بي يعني مسافة نص كيلو من داخل العربة. يعني في زملاء اللي كانوا في التباب نزلوا يبحثوا عني، يعني إذا ما كنت أنا عادني صاحي سمعوا صوتي ما كانوا بيعرفون. فقالوا لا عندي يعني ما استطاعوا أنهم من أي جنب يرفعوك يعني. فجابوا طربال قلبوني لداخله، طلعونا فوق الطاقم ونزلوني المستشفى. يعني ما زلت أتكلم حتى وصلت المستشفى، يعني قلنا الموت صعب، والله ما هو صعب خاصة في هذه الحالة. يعني لا حسيت جراح ولا حسيت شيء، كنت أتمنى أني في ذاك اللحظة أكمل أنتهي. تنال الشهادة؟ أشعر أن نفسي يضيع، يستحب، بس يستحب ما في، يعني زي ما تقول أنك تحت ماء أو تحت شيء، حاجة أني كأنك إيش ما أقول لك. فتمنيت أني أستشهد مع أصحابي، لم أستطع، فالحمد لله. إرادة الله أن تبقى حياة إن شاء الله. طبعا رغم هذه الجراح التي أصبت فيها، مع ذلك أنت ما زلت تتوق إلى كما أخبرتني للجبهات. وقد رحت في هذه الأيام يعني، وعد عرضي حديد، يعني صلحت 4 عربات في الجوف. وأنت مصاب؟ وأنا مصاب أنا والحديد، لأنه ما أستطيع أنهم في عربات هذه كلها كمبيوترات، يجوا مهندسين هذا وأحرقوها. فطلع صلحت لهم 4 ورجعت لهنا. وأنت مصاب؟ وأنا مصاب، الحمد لله الآن إن شاء الله تتقوى العظمة هذه وأنا أرجع الجبهة بإذن الله. إن شاء الله سيبدك الرحمن الرحيم بالقوة من عنده، وستشفى جراحك بإذن الله العظيم. ونتمنى من القيادة السياسية والحكومة الشرعية أن يهتموا كثيرا بهؤلاء الجرحى الذين هم روح هذا الوطن والروح الصامدة والإرادة القوية التي نستمد منها كل هذا الصمود. باعتبارك واحد من جرح الجيش الوطني، ما هي الرسالة التي تود أن ترسلها للقيادة السياسية للحكومة الشرعية باسمك وباسم كل الجرحى؟ أنا أوجه إليهم رسالتي بأن يهتموا في الجبهات وفي الأفراد وفي كل الحفاظ، يعني وفي الهجوم، يعني توجيههم للهجوم، لأن في بعض الأفراد الآن يجوا ثاني للجبهة، يعني ما هو فاهم أي شيء، فهذا يسبب فشل، يعني في بعض يجي لك فرد واحد يسبب فشل على الباقي. يفترض التدريب ولا شيء هذا؟ نعم يفترض التدريب والاهتمام بالجرحى بالإسعافات بكل شيء، يعني يوفروا لهم جميع الطلبات وكل شيء، وبما في ذلك يعني أن يرفعوا لهم المعنوية. المعاشات سهل، وفي هذا يعني قد احنا مناضلين ما جينا ان احنا ندور معاشات او ندور شيء، وانما هذه المعاشات جت فيما بعد ودخلونا في العسكره، يعني فالحمد لله ما قلنا شيء. بس ما كنا نبحث يعني احنا جينا رسميين كما قالوا، ان احنا اتينا نبحث الفلوس. ايوه ان احنا توجهنا تبع السعوديه، او تبع السعوديه انما هي قامت لدعمنا على الشردمة الخبيثة هذه التي أصبحت يعني معدية على الشعب كامل. دمرت الشعب. دمرت الشعب، يعني لا وجدنا لهم مطلب ولا لهم هدف ولا لهم أي أساس من الصحة. يرددون الشعارات فقط. وإنما هدفهم الشعارات والقتل والنهب والدمار والقوة على المسكين، هذا اللي وجدنا فيهم. التقطعات وجدت، القتل يعني تحصل 7-8 باليوم الواحد، من تعرف من الذي قتلهم. ممكن تستذكر لي احد المواقف في المعارك التي خضتها، احد المواقف القويه لك او لاحد من زملائك او لاحد الشهداء او لاحد الجرحى؟ هذه في سوق الثلوث، يعني عندما دخلنا سوق الثلوث وصلنا لها عند المدرسه، وعاد ما وصلوا الى سوق الثلوث، انما كانت هذه يعني لما تقول قد كنا نواجه مصاعب او نواجه يعني بيع او شيء بسبب قله الامكانيات ولا. ايوه وصلنا لها هناك معي 3 عربات انا، فوجدنا الامور يعني مجرد ما دخلنا المدرسه حوطوا علينا كامل الحوثيين، فجلسنا هناك يعني 3 أيام أو 4
دون أي شيء، لا مؤن لا تغذية لا ولا أي شيء، وقاومنا يعني بكل الاستطاعة حتى كملت الأسلحة حقنا. الذخائر كملت الذخائر، العربة تعطلت، بنشرت يعني الدجاج الكمل، الملي في التوانك شربنا هنا، يعني حصلنا معانا وحصلنا تضحيات طبعا هذه كبيرة. وكله سبب ايش؟ الزوامل، التبوجيه المعنوي جاب لنا ميكروفونات ركبناهم في العربة، فدخلنا ماشي معانا غير مدخل واحد يعني الذي قد نشطوه من الألغام من كل شيء، فتحاصرنا هناك. بس الحمد لله قاومنا، نحن كنا بنروح فيها والطائرة جات ساعدتنا على ضرب العيارات الخاصة بالحوثيين. طبعا هذا مواقف كبيرة وتضحيات كبيرة لك أخي الكريم ولكافة الأبطال في الجيش الوطني والمقاومة في محافظة الجوف والمنطقة العسكرية السادسة وكل المناطق العسكرية وكل الأبطال الصامدين في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن. أخي مرزاح أنا أشكر لك هذه الروح المعنوية الكبيرة، وأشكر لك هذه الثقة العالية بالله سبحانه وتعالى وبنصره، وأيضا أشكر لك هذا الحماس الوطني الكبير رغم كل الجراحات التي كنت تصاب بها، وحتى اليوم وأنت مصاب تذهب أيضا لإصلاح عربات الجيش الوطني في محافظة الجوف. شكرا لك أخي مرزاح على هذه الروح الوطنية الكبيرة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، إلى أن نلتقي مع فارس آخر من فرسان النضال، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناداهم الوطن الحبيب فأسرعوا، قالوا فداك الروح حين تنادي، كانوا له ذرعا ليسلم قلبه من أن يصاب بخنجر أو غادي. إن الجراح اليوم أوسمة لهم بالفخر قد كتبت على الأجساد، يا أيها التاريخ سجل قولهم طابت جراحة لأجل بلادي. قد سار فرسان النضال حكاية يحكي بها الآباء.